استقبل رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي السيد دوراتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي والوفد المرافق له في العاصمة المصرية القاهرة. وأكد العسومي على الدور الذي يليه حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في دعم الدبلوماسية البرلمانية العربية والدولية على كافة المستويات، مما جعل من مملكة البحرين عمقا استراتيجيا داعما للقضايا العربية في كافة المحافل الإقليمية والدولية. من جانبه أشاد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي بما تنعم به مملكة البحرين من مناخ الحرية والديمقراطية وترسيخ مبدأ العدل والمساواة والفصل بين السلطات، مشيرا إلى حرصه على تفعيل أسس ومجالات الشراكة مع البرلمان العربي على أرض الواقع وتنفيذ عدد من البرامج المشتركة التي تهدف إلى بناء وتعزيز قدرات البرلمانيين في العديد من المجالات. طرحنا كثير من الأمور خاصة الاستراتيجية التعاون المشترك بيننا وبين الاتحاد في كثير من الفعاليات ستنظم معهم بشكل مشترك، فعاليات يسعى البرلمان العربي أن تكون القضايا العربية مطروحة سواء على المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي. نعول كثيرا على هذا التعاون بأن تكون القضايا العربية حاضرة في المحافل الدولية خاصة البرامج التي والفعاليات التي تخص الاتحاد البرلماني الدولي. أمانة معالي رئيس البرلمان الدولي رجل متفاعل داعم للقضايا العربية، لذلك حرصنا أن نستثمر هذا الدعم في أن تكون القضايا العربية تحصل على الدعم الكافي والاهتمام الدافي من الاتحاد البرلماني الدولي.